السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا من جديد. كنرحب بالناس اللي يلاه انضموا للقناه ديالي. شكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا للناس اللي كيكتبوا لي دوك التعاليق الزوينين. راني كنشكركم من اعماق القلب ديالي. كنشكر بالخصوص خويا عزيز من السعوديه اللي دائما مسكين كيكتب لي التعاليق، كياخذ من وقته يكتب لي التعاليق وكيشجعني. شكرا اخويا، نتمنى نكون عند حسن الظن ديالك وربي يحفظك. وخويا حاجيب هبهاب اللي هو عنده قناة، نتمنى تزوروا القناة ديال حاجيب هبهاب لأنه إنسان طيب وكيستاهل الصراحة. إنسان طيب وإن شاء الله غادي تكون عنده أهداف نبيلة. والله يسهل عليك أخويا حاجيب، والله يسهل على أي واحد عنده شي غرض في قلبه، الله يجعل ربي يحقه ليه إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم عندي هنايا غادي نقدم لكم واحد الكيك، كيجي رائع وكيجي في لا شكل ولا مذاق، كيجي زوين بزاف بزاف. ما هانتوما كما كتشوفوا معايا هادو هما المقادير ديال الكيكه اللي غادي نحتاجوا فيها: 4 ديال البيضات، وكاس ديال الحليب، وكاس ديال سنيده. دائما فاش كنسمعوا سنيده راه كنعمروا الكاس مزيان لان سنيده كتنشط لينا الكيك. والزيت ديما نقصوا واحد شويه، الكاس ما يجيش عامر. وهنايا نص، هذا ماشي نص كاس، عصير ديال الحامضه ونديروه كامل، نعصروا واحد الحامضه الا كانت كبيره نديرو وحده، والا كانت صغيره نديرو جوج. كتعطينا واحد الهشاشه للكيك، كيجي بحال الجينواز. والدقيق على حساب الخليط، وثلاثه ديال الساشيات ديال الخماره من فئه 7 غرام، ووحده لافاني. وهنا بالنسبه لهاد المكسرات غادي نديرهم من فوق الكيك باش ما نعقدوش علينا، يعني نعقدوا الامور يعني المكسرات اللي عندنا. انا هنايا عندي شويه شويه مقطعتهم ودرتهم، اما بالنسبه اللي عندها غير الكاوكاو بوحدو تقدر تستعملو، واللي عندها اللوز عاوتاني تقطعو. دائما نقطعوهم رقاق كما كنعرفوا الحاجه اللي كانت كبيره بحال هكا الزبيب وكلشي كيهبط لنا القعر ديال الكيك، من الاحسن نقطعو داكشي صغيور. نبداو ان شاء الله دابا الطريقه على بركه الله. بسم الله، ندير البيض نديرو عليه لافاني. دائما نقدروا نستعملوا الخلاط الكهربائي، نقدروا نستعملوا الخلاط اليدوي. انا غادي نستعمل اليوم بالعجانه، ندير واحد القبصه ديال الملحه، واحد القطيره، وغادي نطرب هذا الخليط. ما غاديش نخليه حتى يطلع يولي بيض بحال الشكل ديال الجينواز، لا غير باش يطلع لنا واحد شويه باش نضيفوا ليه باقي المكونات. كما كتشوفوا معايا هو الخليط ديال البيض مع لافاني مع سنيده طلع مع قبيصه ديال الملحه. دابا غادي نضيفوا ليه الزيت، الحليب، وغادي نخلطوا واحد شويه، ما غاديش نبالغوا في الخفق، غير واحد الدوره خفيفه. من بعد غادي نديروا طحين، غادي نحاولوا نديروا على حساب الخليط، ما تجيش ثقيله وما تجيش بحال الكيك العادي. غادي نحرك واحد شويه، نخلط هاد الدقيق باش نضيف ليه العصير ديال الليمونه حامضه وهاد الخمارات هادو ثلاثه. نضيف هاد الخمارات وغادي نستعمل غير بهذا الخلاط اليدوي، ما بغيتش ندير الاخر ديال، ما بغيتش نكمل بالطراب الكهربائي باش ما ينزلش لنا هذاك البيض اللي طلعناه. وغادي تجينا المادلين هابطه، غادي نكمل غير بهذا. من بعد غادي نضيفو كاخر مرحله، غادي نضيفو العصير ديال الحامضه. صافي، ها هو المول، راني دهنتو بالزبده وبالدقيق. غادي ندير فيه الخليط، صافي، ونرشو بالمكسرات. الكيكه ديالنا ها هي خرجتها من الفران، كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نوجد لها الحشوه ديالها اللي غادي نديرها بلا كريم باتيسير ديال الشوكولا،
ندير معاه جوج معالق كبار ديال السنيده. انا ندير معاه جوج معالق كبار ديال السنيده، والسنيده كتبقى على حسب الذوق اللي بغى يدير ثلاثه ولا عندي نص لتر ديال الحليب. بالنسبه اللي ما عندوش لا كريم باتيسير ديال الشوكولات ممكن يدير مستحضر ديال لا كريم باتيسير العادي ويدير عليه قطع ديال الشوكولا، واحد القطعه ديال الزبده صافي، وكتطلع ليه هكاك كريمه بالشوكولات. دابا غادي نوجد انايا هاد الحشوه، السطر ديال الحليب، ونديرو فوق البوطه مع التحريك المستمر، وتكون البوطه مهينه، ونبقى نحرك حتى تطلع ليا هاد الكريم. غادي نقطع هاد الكيكاج على جوج طبقات هكا. بالنسبه اللي ما عندوش الموس هكذا كبير، غادي نبداو غير بالموس العادي ونكملو بالخيط. كنجيبو الخيط من هنا ومن هنا وكنخشيو بسهوله، كتقطع لينا على زوج. ها هو لا كريم ديال لا كريم باتيسير، ها هو وجد. غادي نكبوه غير الوسط، نحاولوا ما نقيسوش ليها الجناب ديالها، باش يلاه من نحطوا عليها الطبقه الثانيه يلاه يتعمروا الجناب بلا ما تخرج لبرا وتخسر لينا المنظر. نزيد عليها الشوكولا ديال الكوكي، راه كل واحد اللي متوفى عنده في الدار كيبقى هذا الشيء ابداع. انا هذا الشيء غير عندي هكا في الدار غير في الضيقه، يعني ممكن تاكلوا غير بلا كريم باتيسير فقط. انا رديت عليها الطبقه ديالها الثانيه، كنجيب واحد طانيط واحد فلون كراميل، كنخلطو مزيان، كنحاول نخفقو، وغادي نديرو فواحد البلاستيكه بحال هكا، وغادي نزين به من الفوق، ندير على شكل خطوط وتشوفوا معايا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك، كتجي على هذا الشكل. هذا انا قطعت هنا واحد القطعه باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، وحتى دوك المكسرات اللي درت انا القرقع واللوز واللوز ايفيلي والزبيب عطا واحد النكهه ملي تقرمشوا جوا، عطا واحد النكهه رائعه. وحتى هذا الكيك ننصحكم باش تجربوه، راه كيجي غزال، كيجي رائع، كيجي بحال الجينواز. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، غير ما تنساونيش تهلاو فيا غير باللايكات، وتهلاو ليا فراسكم حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بوصفه جديده.